نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. السلام عليكم، معذرة على التأخير. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مع بعضنا يا شباب. إن شاء الله هنكمل الموضوعات بتاعتنا. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت إن إحنا موضوعنا في موضوعات جديدة خالص، وقلنا إن الموضوع بتاعنا ده عاوزين نتناوله من خلال أربع بنود رئيسية. أول حاجة هنعرف مع بعض يعني إيه تخطيط الموارد البشرية. تاني عنصر، يا ترى إيه أهمية تخطيط الموارد البشرية، وإزاي أعمل عملية ربط بينها وبين الخطة الاستراتيجية العامة اللي حطها الإدارة أو المنطقة. الجزء اللي بعده، إزاي نعمل تخطيط للموارد البشرية، ده بيبقى عنصر مهم جدا عندنا. وآخر حاجة، إزاي نعمل تنبؤ بالعمالة لمرحلة المستقبل. لو جيت سألت كل واحد رأيكم ايه في الكلام اللي احنا بنقوله، او شايفين كل عملية من دول ممكن تتنفذ ازاي، رأيكم ايه يا شباب؟ الناس مش بتجاوب ليه؟ يلا يا شباب مستنيني ارائكم. تتكلم الحاجات اللي انا لسه قايلها حالا على موضوع تخطيط الموارد البشرية. كل واحد رأيه احنا ممكن ننفذ اي عملية من العمليات دي ازاي. احنا قلنا نتناول الموضوع من خلال اربع مراحل مختلفة، هعيدهم تاني وركزوا فيهم كويس. هنعرف مع بعض يعني ايه تخطيط موارد بشرية، اهمية تخطيط الموارد البشرية وعلاقتها بالخطة اللي المنظمة حطاها، ازاي نعمل عملية تخطيط للموارد البشرية، ازاي تنبأ بالطلب على العمال في المستقبل. دي الاربع مراحل بتوعنا، رأيكم ايه؟ طيب، يمكن انا كنت دردشت معاكم المرة اللي فاتت من خلال عدة حاجات، كان اهمها ان احنا لما جينا اتكلمنا عن الموارد البشرية، وجيت عملت ريفيجن سريع عليها، واتكلمنا ازاي بنعمل مرحلة نقل الموضوع لمرحلة المعرفة. وقلنا لما جينا بعد كده للمحاضرة اللي بعديها اتكلمنا اكتر عن دور الموارد البشرية في الخطة الاستراتيجية. خلوني بقى اتكلم النهارده، لو انا عاوز اتكلم على عمليه تخطيط الموارد البشريه، يعني ببساطه ان انا النهارده عاوز اتنبأ ان الشركه بتاعتي محتاجه ايه في الموارد البشريه. طب ازاي؟ ببساطه بنلاقي مفهوم كبير جدا بنسمع عنه كتير، اسمه مفهوم العرض والطلب في العماله. لكن الموضوع ده تناولناه بمفهوم عام لما جينا تناولناه من خلال المحاضرات اللي فاتت. قلنا ان الانسان ببساطة بيسمع كتير قوي عن شركات طالبة فلان وفلان وفلان عشان يتوظفوا، والمواصفات الجوب ديسكريبشن عبارة عن كذا وكذا وكذا، والناس طبعا اللي كانت عملت التاسكات كانت لقت الموضوع دوت بشكل مستفيض. كويس، لما جينا بصينا على الجوب ديسكريبشن دوت، هو اللي احنا مسميه العرض والطلب، اللي احنا سميناه خلال المصطلح بتاعنا المرة اللي فاتت مصطلح الاستقطاب. طيب لما عملنا الموضوع ده يا جماعه ايه اللي حصل معانا؟ حصل ان احنا نوت خلاص عملنا عمليه التنفيذ. طب المرحله اللي قبلها بقى مرحله ازاي اخطط، ازاي اعمل دوت. طب انا عشان اعمل دوت هعمله ازاي؟ هو ده سؤالنا النهارده، هو ده كلامنا النهارده. تعالوا نقول ان انا النهارده من خلال التخطيط عاوز اوصل ان انا الاقي اليات عشان اسد بيها فجوة موجودة في العمال. كمان لو انا النهاردة عاوز افتح مجال جديد، كنت فاكرين احنا انواع الاستراتيجيات اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضرات اللي فاتت كانت ايه؟ استراتيجية عصمة واستراتيجية، وقلنا الشركات بتلجأ ليهم دايما عشان يقدروا عدة حاجات. اول حاجة تقدير الارباح، تقدير العمالة، تقدير المستقبل، التنبؤ بيه. لما بيحصل كل دوت جزء من الاستراتيجيات ديت استراتيجية العمالة البشرية، ازاي هجيبها. فبنقول ان انت النهاردة من خلال الرسالة والاهداف اللي موجودة والشركة حطاها،
لازم تسأل النهارده نفسك على عدة أسئلة. أول سؤال، يا ترى لو أنا جيت عملت مقارنة ما بين الطلب على الموارد البشرية والمعروض من الموارد البشرية مصطلحين كبار، يعني إيه بقى؟ يعني ببساطة النهاردة لما أجي أتكلم معاك يا شباب وأجي أقول طلب على الموارد البشرية، يعني أكيد ممكن يكون عندي عجز أو زيادة في حجم العمال. طب الناحية التانية لما نيجي نقول المعروض موارد البشرية، يعني أكيد في فائض أو تقليص في حجم العمالة. هو ده ببساطة التخطيط، إن أنا أقدر أو أحدد الأماكن الشغيرة عندي، الأماكن الفاضية. ليه؟ عشان إذا كنت عاوز أزود عمال أو أنقص عمال. تمام؟ ها يا جماعة، أعتقد الصوت كويس يا جماعة، يا ريت نأكد تاني يا جماعة على الصوت، يعني لو الصوت واضح يا ريت ندوس واحد. يمكن أنا النهاردة بس هوضح نقطة صغيرة، النهاردة مش هحط باوربوينت، يمكن النهاردة هتعمد أكتر إن إحنا نعمل إنترودكشن، كان زمان دردشة أكتر. ده كإنترودكشن للموضوع إن شاء الله اللي إحنا هنتكلم عنه المحاضرة الجاية بالتفصيل، ألا وهو الاستقطاب يعني. تمام؟ نكمل. طيب، لما نيجي بقى نعمل دوت، السؤال المهم اللي أنا عاوز أسأله لكم، يا ترى ايه اهميه تخطيط الموارد البشريه؟ انا عمال اقول انترودكشن وعمال اقول شويه كلام كده اهوت، فرايكم بقى ايه اهميه الموارد البشريه؟ يعني اقدر اقول من خلال اللي انتوا كاتبينه دوت ان اول هدف عندنا ان اي شركه او اي مكان لازم يكون عنده تصور احتياجاته من العمال وكمان نهم. يعني ايه؟ هو يعني النشاط اللي هيقوموا بيه. يعني النهارده هل هو هيجي يشتغل على الاداره الماليه ولا اداره التسويق ولا اداره ايه بالظبط؟ ده عنصر مهم. تمام. ايه كمان يا شباب؟ توفير عنصر مهم من عناصر العمليه الانتاجيه، يمكن انا هوضحها لكم بمفهوم اشبه باللي مكتوب فوق اللي الاستاذ احمد كاتبه، توفير احتياجات الشركه من العماله. ازاي؟ ان اهميه الموارد البشريه ممكن نقول تزويد المنظمه بالعمالة القادرة على الأداء. يعني إيه؟ يعني النهاردة أكيد محتاج يكون عندي عامل يقدر يأدي، بعمل زي الجوكر. فاكرين يا جماعة لما جينا اتكلمنا عن أنواع فرق العمل؟ قلنا في فريق المهام الكبرى والمهام الصغرى والمهام المحددة، اتكلمنا عن عناصر كتير جدا. هو ده بالظبط اللي بيحدد لنا الأداء، هو ده اللي بيكلمنا، هو ده اللي بيوصلنا للي احنا عاوزينه. طيب الجزء الثاني، عمال لديهم الرغبه في الاداء، من هم دول؟ هزود بيهم المنظمه بتاعتي. فاكرين يا جماعه عنصر الانتماء؟ اتكلمنا عليه ووضحناه اكتر. ها رايكم ايه في الانتماء؟ قلنا ان هو العنصر الاسمى او العنصر المهم اللي اي شركه بتكون محتاجاه. ليه؟ عشان العمل يكمل، عشان العمل يدوب. هو ده الأساس. كمان توفير نظام عادل للاختيار والتعيين. إيه ده؟ هو ده بيفرق معايا؟ لأنك لو مخطط صح هتلاقي نفسك وأنت بتقدم في وظيفة الموضوع مش قائم على الرشاوي، مش قائم على سايت، ده قائم على نظام واحد بس. ألا هو إيه بقى؟ نظام الكفاءة، نظام المهارة، نظام القدرات الشخصية. هو دوت أنا هبدأ أختار عليه الناس. يبقى دلوقتي لما أجي أختار نقدر نقول يبقى بجيب عامل عنده انتماء، بجيب عامل عنده خبرة، بجيب عامل عنده مهارة، وكمان بحط النظام العادل لاختيار الناس. عشان كده لما نيجي بقى نقول ازاي انفذ دوت على ارض الواقع، ازاي اخطط لدوت، اول حاجه بنقول اعمل عمليه تحليل للبيئه اللي موجود فيها، البيئه الداخليه والبيئه الخارجيه. واتكلمنا عن النقطه دي قوي في اداره الموارد الاستراتيجيه. ازاي؟ قلنا هنطبق تحليل SWOT،
فهنسأل نفسنا ايه نقاط القوة اللي عندي في المنظمة وايه نقاط الضعف فيها. ده فين؟ ده في التحليل للبيئة، ايه؟ للبيئة الداخلية. وكمان هتسأل نفسك شوية أسئلة، ايه هي الفرص والمخاطر اللي هتقابلني، وده البيئة الخارجية بتاعتك. لأنك لو أنت النهاردة محددهم كويس هتعرف تنفذ الخطوات اللي فاتت، يعني هتعرف تتنبأ بالعمال، كمان هتعرف تحلل الصفات اللي متقدمة ليك، العروض اللي جاية لك، تشوف مين الأنسب ليك، وبالتالي تقوم بعملية ترشيحه للإدارة الأعلى من خلال إنك بتعمل خطة عمل. كويس. يبقى دلوقتي النهاردة عندي شوية متغيرات عاوز أتحكم بقى فيها. المتغيرات ديت هي اللي هتحكمني في المرحلة بتاعة تخطيط الموارد. هي يبقى أول حاجة بختار البيئة الداخلية والخارجية، بعد كده ببدأ أشوفها إزاي هوظفها. تمام يا شباب؟ كويس. نبدأ ناخد بريك لمدة 10 دقايق بالظبط، تمام؟ علشان وقت الصلاة والأذان، وبعد كده نرجع نكمل. طيب بك يا جماعة، نرجع تاني. طيب نبدأ يا جماعة، كنا اتكلمنا من شوية ان احنا بنبدأ نعمل عملية تخطيط للموارد البشرية عشان نقدر نوصل لحاجات كتير جدا، اهمها التنبؤ بالعمالة في المستقبل. طيب ازاي نبدأ نعمل دوت يا جماعة؟ نبدأ نعمل دوت من خلال عدة حاجات. أول حاجة هنسميها أسلوب تقدير الخبراء. يعني إيه؟ يعني النهاردة أكيد كل واحد فينا بيعتمد على خبرته وتقديره الشخصي في الاحتياج للعمال. يعني لا واحد من كتر ما اشتغل، من كتر ما طبق النهاردة في المكان الشغل دوت، أكيد بقى عنده خلفية، بقى عنده خبرة، بقى عارف هو محتاج ايه. مش محتاج النهارده ان انا اروح اسال ده او ده او ده. فبالتالي الاسلوب ده سموه تقدير الخبراء. الاسلوب الثاني اسلوب مهم جدا، واسلوب بيختبر فعلا العمل الجماعي، وبنسميه هو العصف الذهني. يعني ايه؟ يعني النهارده تقعدوا كمجموعه عمل، كل واحد يقول فكره ويشوف النهارده فين المشاكل وازاي نحلها، وازاي النهارده نحدد احتياجاتنا، احنا محتاجين ايه بالظبط. هنعمل دلوقتي نوصل لايه؟ هنوصل اكيد ان احنا نحط صفات اساسيه نبدا نجمع عليها الناس. طيب الاسلوب الثالث اللي احنا بنستخدمه عشان نبدا نعمل الموضوع دوت بنسميه اسلوب الجماعه الاسميه. يعني ايه؟ يعني النهارده هستخدم مدخل عشان اشد بيه الخبراء اللي موجودين عندي. من هم؟ ان النهارده يبدا يديني اقصى عدد من البدائل لايه بالظبط؟ حجم العمال، عشان يعرف النهارده يا ترى ازاي استفيد منك وفي نفس الوقت ازاي افيد بيك الشركه. كمان احنا ليه سميناها الموضوع دوت؟ عشان استقلال اعضاء الشركه عن بعضهم. يعني ايه؟ يعني كل واحد مع نفسه، كل واحد قاعد كده عن التاني، بيتجمعوا وقت بس العصف الذهني، وقت النهارده بحاول اطلع فرص عشان التقي او اعمل ارتقاء بمستوى الشركه، بالمعايير، في نفس الوقت بالمراحل اللي انا اختار عليها الناس تشتغل معايا. الاسلوب بعد كده اسلوب مهم قوي، اسمه اسلوب دلفي. يعني ايه اسلوب دلفي؟ لو في حد هنا من التجارة أكيد سمع عن الأسلوب دوت. ها حد يسمع يا جماعة عن الأسلوب دوت؟ أسلوب دلفي. بس بعد الفين في ألف، دلام في ألف ي، بالإنجلش بيتنطق دلفي على طول، ده بالعربي أو ترجمته. هو الأسلوب دوت ببساطة عامل زي الأسلوب اللي إحنا إتكلمنا عليه من شوية، بس الفارق اللي ما بينه وما بين الاسلوب اللي فات ان انا النهارده
جمع مجموعة الخبراء وجها لوجه. الأسلوب الثاني لا يشترط إن الخبراء اللي عندي يكونوا موجودين وجها لوجه، لأن قلت لك هو كل واحد ممكن يعتمد على نفسه. أما الأسلوب دوت بجمع الخبراء بحس إن كل واحد مش عارف مين هو بقية الخبراء اللي معاه في العمل دوت، وبجيبهم ويكونوا موجودين، ولما يقعدوا مع بعض يبدأوا يحددوا إيه اللي هما محتاجينه، إيه هو اللي هيجتمعوا عليه، ولما يوصلوا للكلام دوت بنلاقي إن الأسلوب دوت هيفيدني. أول حاجة إن أنا أحدد الاحتياجات بطرق غير تقليدية، كمان الاستفادة من الخبرات الشخصية اللي موجودة بس بشكل جماعي، كمان المشاركة من شخصيات عديدة، كمان أقدر أحدد الاتصال وجه لوجه. بالإضافة إن أنا النهاردة لو عندي تكاليف عالية، بدل ما أعمله مهارات كتير جدا من خلال التليفون، من خلال الإنترنت، من خلال طرق مختلفة، بتوصل ليها من خلال قعدة مطولة بعمل فيها اجتماع، بوصل فيه لتباين الآراء. عشان كده أقدر أوصل بيه للنتيجة الأساسية. كل ده يا جماعة بيخدم في النهاية أسلوب مهم قوي، ألا وهو أسلوب الرياضة بتاعتي بأسلوب الشبكة. كمان في أسلوب تاني اسمه أسلوب النماذج الرياضية، ودوت إن أنا أمسك ورقة وقلم وأبدأ أعمل مجموعة معادلات، ودي هنتعرض ليها خلال المرحلة الجاية، إزاي نتعرض للمعادلات ديت وإزاي نبدأ نقدر احتياجاتنا والعرض والطلب من خلال معايير ثابتة ومن خلال مجموعة معادلات ومن خلال مجموعة حسابات كده بعملها، في الآخر بيطلع لي مجموعة نتائج أقدر أستخدمها في الشركة بتاعتي. طيب لو سألت بقى كل سؤال واحد، وهو ما هو حجم ونوع العمالة المتوفرة حاليا داخل وخارج المنظمة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية؟ سؤال طويل صح؟ هعيده تاني، بنقول ما هو حجم ونوع العمالة المتوفرة داخل وخارج المنظمة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية؟ رأيكم يا شباب؟ في ناس بدأت تحاول، فين الباقي؟ طيب لنا نقول ان اول اسلوب عشان اجاوب على السؤال دوت، لما نيجي النهارده نسأله الـ HR يقول لك ايه؟ يقول لك انا هطبق سياسة اسمها مخزون المهارات. يعني ايه ببساطة الكلمة ديت؟ يعني ان انا النهارده هعمل حصر لأسماء وخصائص ومهارات. ازاي؟ انت النهارده هتعمل التقييم بتاعك جوه المنظمة بتاعتك ولا براها ولا خارجها ولا من خلال السيفيهات المقدمة ليك؟ ابدأ اعمل داتابيس، بص عليها، اعمل حصر فيها للآتي. أول حاجة الأسماء، اسم كل واحد وخصائصه ايه ومهاراته، بحيث ان انت النهارده تعرف تعمل حصر للقوى البشرية اللي موجودة عندك، وكمان تعرف تعمل نظم معلومات تقدر تستخدمها في الشركة. واشهر طبعا الحاجات ديت ان احنا بنسميها الاوريكل اتش ار، يعني ده من اقوى البرامج اللي انت تقدر تستخدمها في حاجه زي كده، وده ابلكيشن مهم جدا من ضمن الابلكيشن بتاعت اللي انت ممكن تستخدمها في حياتك العمليه. طيب كده اول اسلوب ممكن استخدمه. حلو، عشان كده لو انت بقى عاوز تبدا تحدد اجابات دقيقه، اسال نفسك الاسئله ديت. اول سؤال، هل يمتلك العاملون المهارة اللازمة لتجديد وتطوير منتجات وخدمات الشركة؟ يعني ايه؟ يعني النهاردة اللي شغال او اللي موجود عندي يقدر يشتغل في كام موقع، في كام وظيفة، في كام مهمة؟ لما اقدر اعمل حصر الكات هلاقيه سهل جدا بالنسبة لي. تمام،
ما هي المهارات التي يجب على الفرد ان يمتلكها قبل تعيينه في الشركه؟ لو النهارده عينك في شركه، يا ترى ايه هي المهارات اللازمه عشان عينك ليها؟ ما هي المهارات التي يجب ان يمتلكها الفرد حتى يستحق الترقيه؟ انت النهارده شغال في شركه، ايه اللي يدفعني ان انا اعمل لك ترقيه؟ اللي انا احطك من بوزيشن لبوزيشن تاني. كويس. من هم الافراد القادرين على رعايه وتدريب العاملين الجدد؟ عشان كده الاسئله ديت يا شباب بنلاقيها هي الاسئله الاساسيه اللي لازم يكون عندي اجابه ليها انا كاتش ار، عشان اقدر احدد من خلالها انا هعرف اختارك واحطك في المكان المناسب ولا لا. هل النهارده احتياجاتي ليك هتخليني اخدك ولا لا؟ ما انت ممكن يكون عندك النهارده امكانيات اعلى كتير من اللي انا عاوزها. ما انت مش هتفيدني، بالعكس انت ممكن تسبب لي مشكله. عشان كده نقدر نحصر المعلومات بقى بتاعتنا في النهايه ان انا عندي اول حاجه معلومات عن تاريخ الموظف بتاعي، زي ايه؟ زي الوظائف اللي هو اشتغل فيها خلال الخمس سنين الماضيه، سواء جوه الشركه او بره الشركه، المهارات اللي عنده، هل هو عنده مهارات يدويه ولا ذهنيه ولا ابتكاريه، كمان الشهادات بتاعته، عنده شهادات ايه؟ شهادات جامعيه، هل النهارده معاه دراسات عليا؟ كمان هل اشتغل في مشروعات قبل كده ولا لا؟ دي اسئله بسالها عشان اقيم بيها المعلومات بتاعتي عن تاريخ الموظف. في معلومات تانية عن المهارات بتاعته، زي النهارده مهاراته الوظيفية اللي عنده، يعني ايه؟ يعني النهارده خلال الأداء بتاعه خلال السنة دي في الشركة عمل ايه؟ حقق ايه؟ حقق التارجت المطلوب منه ولا لأ؟ هل النهارده تم معاقبته ولا النهارده كان موظف مثالي؟ كمان الموظف هل يدرك ازاي يعرف يتميز في الأداء الوظيفي بتاعه ولا لأ؟ الرئيس بتاعه المباشر أشاد بتميزه ولا لأ؟ دي معايير بقيس بيها مهارته. كمان ممكن اقيس معايير ثالثه عن المستقبل، زي اهداف الموظف، هو عاوز يعمل ايه خلال ثلاث سنين قدام، اربع سنين، خمس سنين. كمان راي الرئيس المباشر في الوظائف اللي انا ممكن احطه فيها ازاي. احنا عندنا يا شباب مصفوفه اسمها مصفوفه جو اند هاري، اللي بيطلقوا عليها بالعربي جو هاري على طول. حد عارف عنها ايه يا شباب؟ هي مصفوفة جو اند هاري. طيب خلوني نقسم الموضوع معاكم ببساطة لشوية حاجات زي اللي انا هكتبها لكم دلوقتي. طيب قدامنا بالظبط اربع مناطق دلوقتي، هي دي المواصفات بتاعتنا. الانسان ببساطة لما بنيجي يتعامل من خلال اي عمل بنلاقي عنده يا شباب اربع مراحل ممكن يمر بيها. ايه هي؟ الا وهي الاتي. اول منطقه منطقه الجهل. الانسان يجهل قدراته الشخصيه، ان اللي حواليه كلهم شايفين في حاجات هو مش شايفها في نفسه. يعني ببساطه انت تعرف عني اشياء انا لا اعرفها عن نفسي. يبقى في اللحظه ديت انا في اي منطقه؟ المنطقة الأولى، منطقة الجهل. كويس. عندي منطقة تانية بسميها منطقة القناع. أنا أعرف عن نفسي أشياء أنت لا تعرفها عني. لابس ماسك، بداري ورايا حاجات كتير قوي أنت ممكن ما تكونش عارفها عني، ولا رئيسك المباشر يعرف يقيمك عليها، ولا يعرف يقول لك أنت النهارده عندك قدرات إيه أوظفك عليها. أنت الوحيد اللي عارف نفسك. فبسميها قناع. المنطقة الثالثة منطقة المنطقة المفتوحة، زي كده اهوت لما نيجي نتكلم مع بعض، لو احنا بنتعامل مع بعض لأول مرة كل واحد فينا خايف يطلع اللي عنده، لغاية ما نقدر نتكلم، لغاية ما نكسر الحاجز. لما تعرف تكسر الحاجز فبقيت أنت عارف عني حاجات وأنا عارف عنك حاجات، كل واحد فينا أصبح زي الكتاب المفتوح، تعرف تقلب فيه وتشوف اللي أنت عاوزه، فبنسميها المنطقة المفتوحة. وآخر منطقة عندي المجهول، المستقبل، حد فينا يعرفك؟ يبقى بالتالي يصعب التنبؤ بيه. يبقى إذا النهارده لما يجي يقيمك المدير هيبدأ يبص ويشوف أنت بتقع في أنهي بوزيشن من دول، وبناءً عليه يبدأ يعمل لي عملية
التقييم، ومن هنا اقدر اكون عملت نوع من انواع تحديد وتحليل الوظائف اللي عندي، احنا سميناه مخزون المهارات. خلاص حددت بقى الكلام دوت، ابدا اعمل لنفسك خطه عمل واسال نفسك سؤال مهم جدا، يا ترى لو النهارده ظهر عندي عجز في العماله ايه اللي هيحصل؟ شباب انا فاتح الوايت بورد على فكره، يعني في صوره قدامي. ها طيب سؤال تاني، لو انت لقيت النهارده عجز في العمال اللي عندك، انا لسه شارح عمال اقول اساليب كتير، عاوزين نلخصهم بقى. ها حلو، مخزون المهارات، عين عمال، يعني ببساطة اعمل الآتي: حدد المهارات المطلوبة والوظائف المطلوبة، المستوى الوظيفي المطلوب، مدى الحاجة لشغل الوظيفة دي بشكل سريع، وآخر حاجة التكليف المصاحب لشغل الوظيفة. يعني إيه؟ يعني النهاردة هكلفك بكم مهمة تعملها، وهل النهاردة هاخدك بشكل مؤقت ولا بشكل دائم؟ تمام؟ الريكروتمنت يا شباب ده مرحلة الاستقطاب، وده ليها طرق كتير قوي وانواع الاعلانات، فده ان شاء الله هنتكلم فيه بالتفصيل، ده احنا قلنا ده انتروداكشن للموضوع دوت يعني. طيب لو بقى عندك فوائد في العمال، احنا اتكلمنا عندك استراتيجية أساسية واستراتيجية للمستقبل. كان من ضمن الاستراتيجيات اللي بعملها استراتيجية الثبات أو الاستقرار أو التقلص، لو انتوا فاكرين الكلام دوت شكلكم نسيتوه. طيب ها لو انت بقى عندك فوائد تعمل ايه؟ العنوان الرئيسي بتاعنا تخطيط الموارد البشريه. يا جماعه لو انت عندك بقى فوائد في العمال هتعمل ايه؟ عاوزك تفكر. حلو، على فكره يا جماعه انا يعتبر النهارده اللي انا بجاوب لك على الاسئله بتاعت فاكرين انتوا الحاجات اللي كانت التاسكات اللي كانت مطلوبه منكم، قرارات محيره انا تقريبا بجاوب لكم عليها. يعني لو انت النهارده عندك فائض او عندك عجز، لو انت جيت جمعت الموضوع كله من خلال المحاضرات بتاعتنا اللي فاتت مع المحاضره دي هتبقى فاهم كويس قوي انا قلت ايه، يعني هتعرف تجاوب على الفورم بشكل نموذجي جدا كمان، وهتعرف ايه هي الاستراتيجيه اللي انت هتتبعها لو انتوا فاكرين الكلام بتاع القرارات المحيره. طيب هقول انا هتبدا تعمل الاتي: اول حاجه تبدا تعمل حاجه اسمها تشجيع العماله على ترك المنظمه. يعني ايه؟ يعني انت النهارده وانت بتتكلم مع العمال تحاول تبين لهم ان المنظمه بتخسر او النهارده عندك مشكله، فبتحاول انت تبين ان في فرص ليه افضل في اماكن تانية. في طريقه تانية اللي انا اعمل حاجه اسمها المعاش المبكر، أو خلال العمل في منظمات أخرى أشغلهم أو أجيب لهم وظائف تانية. لا ما برجعش للتطفيش يعني. كويس، دي ببساطة يا شباب كانت الجزء الأول، إزاي أعمل تخطيط للموارد البشرية. يهمني بقى دلوقتي السؤال الجوهري: ازاي تربط ما بين دوت، ما بين اللي انت عملته او البلان اللي انت حاططها لنفسك، وايضا الخطه اللي حطتها الشركه؟ دلوقتي ازاي نعرف نربط الكلام اللي احنا عمالين نقوله دوت يا جماعه؟ انا بقول ده استراتيجيات يا استاذ يامي او استاذ يامي اللي هي الشركه بتلجا ليها. يعني بقول ازاي اعمل ربط ما بين الاستراتيجيات بقى اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي، اللي انا ازاي ببدا افكر ازاي اجيب عمال وانا محتاجهم في ايه، وما بين الخطه اللي الشركه بتبقى حاطاها. ها يا جماعه، ايه يا جماعه، ما انا كنت بوصل الصوت عشان كنت بعمل حاجه، عشان هقول لكم دلوقتي الموضوع. طيب نركز بقى في الاول، كل واحد يجيب ورقه وقلم بسرعه وهو قاعد في مكانه، ولما تبقى اوكي ندوس واحد.
طيب شايفين الدوائر اللي انا رسمها ديت؟ ارسم لي دوائر كده، دوائر مجموعة دوائر زيها، وخلي بالك اللي انا مظلل بعض الدوائر، يعني المنطقة ديت مش الدائرة دي مظللة حاطيها، يعني اعتبر فيها أي حاجة جواها. هنتفق إن احنا نرسم عدد الدوائر زي اللي قدامنا دلوقتي. ارسموا دوائر عادية يا جماعة، دوائر زي اللي أنا رسمها قدامكم أهي، اللي هو البورد قدامكم موضحة، وهنشغل منهم أربع دوائر بشكل عشوائي، يعني ممكن يبقوا اتنين في صف، ممكن تخليهم بشكل عشوائي زي ما أنت عاوز. ممتاز، حلو أوي، كل ريدي للي هطلبه منه. مطلوب من حضراتكم في خلال 10 ثواني بالظبط، ويا ريت كلنا نراعي ضميرنا، ماشي، تملى الدوائر ديت بأي شكل. أوكي يلا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تايم لو سمحت يا جماعة، يا ريت كله يسيب الورقة. بصراحة يا شباب نجاوب على السؤال ده وبصراحة وبأكد على الموضوع ده في العشر ثواني. أنا في الوقت مش بعد الوقت. طب كم واحد ما ملاش؟ يا جماعة هم اللي ما عملوهاش. ممتاز، مع إن المفروض كان معاك ورقة وقلم يا أشرف. تعالوا نقول بالظبط إيه اللي أنا كنت هدفه من اللعبة دي. يحصل إيه يا جماعة لو كل واحد مسك القلم اللي معاه وعمل كده؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي أنا عملته دلوقتي؟ أنا مليت الدوائر على فكرة، بس عشان بتحرك بالماوس، ها انا ممكن اعملها لكم نفس الشكل، يعني ممكن اعملها نجوم، ممكن اعملها علامة صح، ممكن اعملها علامة غلط، ممكن اعمل حاجة تانية خالص ورا ده اللي انا كل دايرة اعملها بشكل غير التاني. ببساطة الهدف من اللي انا عاوز اقوله دلوقتي بالظبط، حط زي انت عاوز، ان في تلات معايير اساسية لازم ابص لهم كويس قوي وانا بعمل عملية الربط بيني وبين الادارة. ازاي؟ اول حاجة عامل الوقت زي اللي انت شفته دلوقتي، احنا قدامنا 10 ثواني مطلوب منك تملاها، في ناس لحقت وفي ناس ما لحقتش، وده ناتج من ايه؟ ان في واحد عمال يفكر في التفكير الابداعي زياده عن اللازم، فخد وقت وجهد كبير، وبالتالي ما لحقش يستخدم كل اللي وصل له في نفس الوقت. يبقى اذا ده اول نقطه. تاني حاجه غير العامل بقى الزمني، التكلفه. انت عشان تعمل العنصر اللي مليان ابداع اقصى ما عندك من الابداع كويس، كلفته قد ايه؟ تالت حاجه الجوده. الجوده عرفت توصلها لايه؟ ببساطه يا جماعه، كان في سؤال دايما بيسال او بحب اساله، بما اني طبعا انا مهندس مدني انتوا عارفين دوت، فهسالكم سؤال، سؤال جوهري بين المهندس المدني والمقاول. طيب بما ان دلوقتي زميلك، جاوب بقى. بصوا هقوله لكم بمثال عملي، يعني بعيدا عشان ما نتطرقش كتير. ايه الفرق بين المقاول والمهندس من ناحيه الجانب التطبيقي؟ تمام، السؤال ده اللي انا سالته تحديدا، لان ببساطه لو واحد فينا هيبني بيت وبيجيب واحد مقاول عادي، في الاغلب المقاول يجي يقول لك ايه، والله البيت دوت عاوز 6 اعمده، عاوز 10 اعمده، بلاش خليها 10 يعني كويس. ال 10 اعمده دول هو من خلال خبراته، هو استخدم هنا خبرات، ان هو قال لك ان البيت دوت هيبقى عنده 40 سم، 60 سم، او 80 سم، او 80 سم، على حسب النهارده هو شايف هيعملها ازاي نظام الانشائي، وفي الاخر التكلفه على سيادتك قد ايه؟ كبيره جدا. يجي لك بقى المهندس يقول لك والله البيت ده لا مش عاوز 10 اعمده، ده عاوز 6 بس. تعال نبص ايه اللي حصل؟ وفرت في قد ايه؟ وفرت في الخرسانه، وفرت في حديد التسليح بتاعي، وكمان طلعت لنفسي مساحه تانية في البيت ممكن اقول هو استغلها في العمدان، والبيت سيفتي وامن وكل حاجه. يعني اذا اللي انا اقدر اقوله من المثال دوت الوقت والتكلفه، وفي نفس الوقت الجوده. لو عرفت تحقق الثلاث شروط دول من خلال رحت شغلك بشغل الاداره، من خلال اللعبه اللي احنا لعبناها، هتعرف توصل بمنتهى السهولة
لعملية الربط بينك وبين الإدارة العليا. ليه؟ لأن أنت عندك رؤية وعندك رسالة وعندك أهداف واضحة، فبالتالي أنت هتختار ما يناسب الشركة بالظبط. مش هتقول والله لا يا يعني جماعة ده أنا أجيب 4 عمال اثنين يشتغلوا وبعد كده لما يحصل حاجة تانية يبقى عندي احتياطي. الكلام ده صح، لأن حضرتك هنا عليك تكلفة كبيرة. أول جزء. الجزء الثاني انك من الاول تكون حاطط معايير واضحه للاختيار والتقييم، وعندك جوب ديسكريبشن واضح. كل دوت هيفرق معاك كتير جدا. ممتاز. مش عايز اطول عليكم كتير في الانترو دوت، ده كان انترو الموضوع اللي احنا هنتناقش معاه المحاضره اللي جايه بالتفصيل، ولكن متاح لينا النهارده لو حد عاوز يسال في اي سؤال في الموارد البشريه يتفضل. ايه اخبار التاسكات القديمه؟ هبعتها ان شاء الله للمتقدرين بس على نهايه الاسبوع ده، لان في للاسف ناس ما زالت بتبعت. طبعا انا ببقى اصلا في الدرجات يعني، فهبعت لكم كشف نهائي في الدرجات بحيث ان انتوا تقدروا تعرضوها مع الناس. براجع في الموارد البشريه ان شاء الله هرفع لكم مجموعه اسماء بعض الحاجات ان شاء الله تقدروا تستخدموها خلال المحاضرات الجايه. المحاضرات السابقة موجودة، يقدروا الدعم الفني إن شاء الله يديلكوا اللينك بتاعها. لا، في نقطة بس عاوز أوضحها. إحنا وضحنا في الأول إيه الاختلاف ما بين الموارد البشرية وما بين التنمية البشرية. التنمية البشرية نقطة مهمة جدا ليها، أن التنمية البشرية تعمل على تنمية المجتمع، وده المفهوم الخاطئ اللي عند الناس. بمعنى ان التنميه البشريه ممكن انمي بيها حاجات لتخدم البشريه، تنميه اقتصاديه، تنميه ماليه، تنميه 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 تنميه، حاجات كتير تحطها زي ما انت عاوز. اما الموارد البشريه هو استغلال العنصر البشري للوصول لاقصى نتاج ممكن، لاقصى طاقه ممكنه، لتنميه الاجور، المرتبات، حاجات كتير تقدر تحطها، الحوافز. فاستاذ ايات اعتقد حضرتك لسه مش بتحضر معانا جديده، ما حضرتوش الموضوع من الاول، فما كنتش عارف الوظائف تحديدا. طيب، هل ممكن اربط الموارد البشريه مع التدريس؟ بالفعل ممكن نعمل دوت، لان الموارد البشريه اصلا التدريس قائم على العنصر البشري، فبالتالي لو انا حاطط النهارده نظام للتحفيز، نظام لتقدير الموظفين بتوعي او تقدير الناس اللي بتبقى شغاله في عمليه التدريس، المكافئات، الحوافز، اللي انا حاطط هيكله واضحه، كل ده هيفرق معانا. هل في فرق بين الموارد البشريه والتنميه البشريه؟ انا وضحت الفارق ما بينهم يا جماعه من شويه، يعني الفارق ما بين الاثنين كتب بي دي اف الموارد البشرية. حاضر، هقول لكم لينكات ان شاء الله. تمام، اكيد الاثنين بيكملوا بعض في بعض الحاجات. يعني خلينا نتكلم ان اي عنصر بشري بيبقى محتاج تنمية بعض المهارات، يعني زي مهارة الفريق العمل، المهارة الخاصة بالمهارات، القانون، مهارات التجارة، مهارات اكتر من حاجة، كل ده بسميه من ضمن المهارات الخاصة بالتنمية وليس المفهوم الخاطئ اللي عندنا يعني. فده من ضمن الحاجات اللي الناس لازم تبقى عارفاها. لا خالص، الموارد البشريه ممكن ترجعوا فيها لاول محاضره هتعرفوا وظائف الموارد البشريه، فيها كتير جدا. الماتيريال القديمه لم ترفع، انا مديها لكم على فكره في الدعم الفني لهيثم وبقيه الشباب، انا كنت بعتها لهم عندهم الباوربوينت كامل، فدوت بتاعكم يا شباب يعني، ده عندكم انتوا في الدارين. مع الطلاب اقدر انفذ نفس النظام، اقدر اطبق التنميه البشريه الموارد البشريه في خلال اللي انا اقدر اعمل، اقسمهم دايما لفرق عمل، اعمل روح نوع من انواع المنافسه ما بينهم، اعمل فرق عمل، وده يختلف طبعا طبقا لتقنيه التدريس الماده يعني. وده بالفعل احنا عملنا لها برامج خاصه دلوقتي نقدر نستخدمها يعني. الماتيريال العربي، حاضر. طيب، الدعم الفني ممكن يحطوا لكم الميل. الناس اللي بعتت لي الواجب من فوق بالفعل بصيت عليه وعملت التقييمات بتاعته، بس الدرجات هرفعها كلها مره واحده في كشف نهائي.
اه بس هيتنقص عليه درجات بس اللي بعت النهارده. اه ممكن ببساطه ان انا اعمل عمليه تدريب للعنصر البشري اللي عندي جوه الشركه مهما كانت قدراته ومهما كانت امكانياته من خلال المنحنى اللي احنا شرحناه في محاضره فريق العمل، لما قلنا ان انا بيبقى عندي حاجه اسمها الاداء والفعاليه، بقيسه هو في اي منطقه وبناء عليه بختار الحل الامثل اللي انا اقدر اطوره. دي المحاضره 7 تمام. انا حاضر ماركتنج. سؤالك مش واضح يا استاذ مصطفى. طب لو انا شخص عندي رهبه من الانترفيو ايه اللي ممكن يعمله؟ طيب ممكن نرجع دي للمحاضره اعتقد اللي قبل اتكلمنا فيها عن الانترفيو، ازاي بحضر نفسي وازاي بنقدر نشتغل، واتكلمنا كمان على ابرز اسئله الانترفيو وازاي نجتازها يعني. طيب تمام، فين بقى السؤال اللي حضرتك عاوز توضحه يا استاذ مصطفى؟ انا برضك لغايه دلوقتي ما فهمتش سؤالك استاذ مصطفى. انا مش فاهم السؤال، فيا ريت حضرتك بس توضح لي سؤالك بالتحديد. طيب خلينا نتكلم ان التسويق هو جزء من اداره الموارد البشريه وليس جزء منفصل عنه، والاداره الاستراتيجيه جزء من اداره الموارد البشريه. ويمكن دوت احنا انا شرحته بالتفصيل دور الاداره الاستراتيجيه واداره الموارد البشريه في المحاضرات السابقه. التسويق ليه انا بحتاجه في اداره الموارد البشريه؟ التسويق كتقنيه هو لجنه من دول اللجان اللي بتعمل تحت اداره الموارد البشريه. يهمني ان انا اكون عارف التسويق لعده اسباب، ويمكن ده هنوضحها اكتر في السيشن الجايه. ليه انا اكون فاهم في التسويق وليس انا الممارس التسويق؟ يختلف المعنى. لو انا فاهم في التسويق هختار التقنيه اللي هعرف اعمل بيها استقطاب للعنصر البشري، التقنيه للتواصل بيني وبين الشركات. يعني على سبيل المثال النهارده لما بتيجي تشوف اعلان بتلاقيه بيقول لك للتواصل او لارسال السيره الذاتيه من خلال البريد الالكتروني كذا او من خلال كذا او من خلال كذا. لما بيحصل عمليه هو ده استراتيجيه مين؟ هتصنفها تحت روني. فالنهارده انا كراجل مسؤول عن الموارد البشريه لازم اكون محدد التقنيه اللي عاملها. هل هعمل اعلان في الجرايد، في التلفزيون، هعمل النهارده من خلال شركات التوظيف؟ كل دي مهارات لازم تكون عندك عشان تقدر في النهايه توظفها بما يخدم اداء الشركه. وضحت الصوره؟ فبالتالي هنا ما بتنفصلش. لو احنا بنتكلم تخطيط ان جنرال كاداره، مفهوم الاداره بمفهوم العام يتحط تحتيه اداره موارد بشريه، اداره مهارات، الاداره العامه، الاداره المتخصصه، اداره المشروعات البي ام بي، تقدر تحط اللي انت عايز تحطه يعني. ففي النهايه الاداره هو المعنى الاعم، نقدر نصنفه في الاتجاه اللي احنا عاوزينه ونقدر نستنتج فيه حاجه. بالاضافه ان علم الاداره لا يوجد انفصال بينه وبين القدرات المختلفه، بالعكس علم الاداره هو العلم الاجمل في وجهه نظري طبعا، يعني ده رايي انا يعني، ان علم الاداره هو العلم لجميع المهارات الخاصه بالانسان. لانك لو دخلت فيها تخش بقى في ناحيه القانون وفي ناحيه التجاره وفي ناحيه الاقتصاد هتلاقي نفسك بتشرح حاجات كتير جدا. فطبعا اللي بيدرس الاداره ده علم ما شاء الله يعني من اقوى العلوم. لو في اي سؤال تاني ربنا يكرمك ويخليك. لو حد عاوز يسال في اي حاجه تاني يا شباب. كيفيه وضع الدرجات، طيب في طبعا جزء كبير منها هيبقى الحضور والغياب، وده من خلال الحضور والغياب ده هسيبها للدعم الفني واكاديميه الدارين نفسها، فده طبعا مش هقدر اتدخل فيه. اما الدرجات اللي معايا انا بتكون من خلال الحاجات بقى اللي معايا انا بالنسبه لي، بمعنى ان انا النهارده كمحمد هقف من خلال الالتزام في التايم اللي احنا كنا حاطينه لكل تاسك. احنا طلبنا منكم التاسكات كنتوا بتبعتوها على اجزاء وكنت بتبعتوها في الاخر على شكل كوليكشن، شكل مجمع. هبدا اقيمك من خلال هل التزمت بالمعايير ديت، هل جاوبت على اسئله بوضوح، المعايير اللي احنا طالبينها جوه هل عملتها ولا لا، هل عرفت تعمل تقييم للاداء للشركه اللي انت كنت بتقيمها او وضع الحاله اللي انت عايز تشتغل عليه، هل جبت نموذج قوي ولا لا. خلينا نتكلم ده مش قوي غير في اخر السيشن، وده من خلال التاسك ان شاء الله هطلبه منك، ولكن ده درجات المحاضرات اللي فاتت هتقيم من خلال المعايير بس اللي انا اتكلمت عليها يعني. طيب محاضرات تسويق ومبيعات بتكون مخصصه بالتسويق والمبيعات، تقدروا تاخدوا طبعا دورات السيلز والماركتنج يعني ده من ضمن الحاجات اللي انتوا تعملوها، او تقدروا تجيبوا كتب في دوت، وفي كتب كتير جدا متخصصه في السيلز والماركتنج ممكن ان شاء الله اجيب لكم اسمها يعني. سهل جدا ان انتوا تقدروا تستخدموها وتقدروا تستخدموا نموذج ال 4 بي اللي هو حاليا اصبح ال 5 بي، تقدروا تستخدموه في الماركتنج، وده من اشهر النماذج اللي انتوا ممكن تحاولوا بس تدوروا عليها يعني. اقسام علم الاداره، لا علم الاداره كتير ما تقدرش تحدده، بس ممكن تقدر تقرا البي ام بي
بروجكت مانجمنت بروفيشنال من بي ام اي هتلاقي مقسمه حوالي 9 اقسام او 10 اقسام، يعني هي دي اقسام علم الاداره الرئيسيه اللي انت لازم تكون عارفها. المحاضرات الماضيه الدعم الفني حاطط لكم اللينك بتاعها. تمام يا شباب، اسئله تانيه؟ الموارد البشريه ما هي نقاط القوه اللي بتكون موجوده عندي؟ نقاط القوه اللي بتكون موجوده عندك ده مش هقدر انا احددها من دلوقتي، احددها من خلال نموذج هيكون موجود ان شاء الله السيشن الجايه، نموذج تحليل الاداء الشخصي. ازاي النهارده اعرف نقاط القوه ونقاط الضعف عندي انا كشخص؟ وانا رفعت لكم قبل كده نموذجين من خلال المحاضرات اللي فاتت فورد، قارنا بيها اداء المنظمه داخلي وقارنا بيها اسئله تقيم قارنا انا شخصيا يعني. طيب ممكن انا احاول اجيب لكم حاجات ليها، وممكن حضرتك تبعتي لي مسج بس على البيج عندي واقدر اتواصل معاكي واقدر اقول لك بعض حاجات كده متخصصه يعني في الماركتنج ان شاء الله. نموذج ديسك، نظريه ديسك هي نظريه خاصه بالقياده اكتر يعني، وليس خاصه بالموضوع بتاعنا، ولكن نظريه ديسك هي بتتكلم عن ان احنا عندنا اربع انواع للقياده: قائد مؤثر وقائد مسيطر وقائد محافظ وقائد مستقر. هو دي نظريه ديسك. ده بالتنسيق مع أكاديمية الدارين نبدأ نعمل لهم إعادة تقييم مرة تانية. طيب ممكن دعم الفن إن شاء الله يحط لكم اللينك. ها أسئلة تانية يا شباب؟ طيب أسئلة خاصة بالموارد البشرية احتراما لرغبة الدعم الفني. أنا عاوز يا جماعة قبل ما أكون مدخلكم على نقطة جديدة من خلال المحاضرات الجاية أكون بقفل الجزء ده، فيا ريت نبدأ نسأل لو في أي مشكلة فيه لغاية دلوقتي عشان عاوز يكون واضح بالنسبة لنا تماما. لا ربنا يكرمك مفيش أي مشكلة يعني، أنا بقدر تعبكم بربك معانا فعشان كده زي ما حابين يا جماعة يعني. كل ما اطور الموارد البشريه اطور الفرد نفسه، اكيد هو اصلا تطور الموارد البشريه هو تطور الشخص، فهو ده اسمه يعني. طيب الكتب اللي انا هحطها لكم ان شاء الله هسلمها لمنطقه دارين وتقدروا تشتغلوا عليها. تطوير النفس هشتغل معاكم اكتر من خلال المحاضرات الجايه على النقطه ديت، هسالكم في نموذج ان شاء الله هنوفره. النموذج دوت هطلب من كل واحد اللي هو يملاه ونبدا نشوف كل واحد هيعمل ايه. محتاج اعرف نوع الانترفيو اللي انت هتخشه، لان نوع المقابله نفسها يا جماعه الانترفيو بيتحدد عليها نوع التحضير اللي انا هحضره وازاي هشتغل. ف هو ده اللي هنبدا نتكلم فيه لو انتوا عاوزين تعرفوا النقطه ديت. اوكي اتفضل يا سريع. يوم في حياه مدير موارد بشريه. تمام ممكن. طب ايه اسئلتك يا استاذ شيخون؟ انا بحاول يا جماعه والله ان انا اجمع اكبر قدر من الاسئله واجاوب عليه يعني، فمعذره لو في اسئله ما شفتهاش. طيب لو انا هتكلم تطوير مهارات الاداره في الموارد البشريه، انا نصحت الناس اللي هي تخش على لينكد ان وتحاول تعمل علاقات مع الاتش ار بحيث ان بشكل كبير او بشكل جاد ان هي تقدر تعمل انترفيوهات مع الناس. زي كل ما تخش انترفيوهات اكتر هيتكون عندك قناعات وهيتكون عندك مجموعه معتقدات تقدر تشتغل عليها بسهوله. تمام يا شباب. طيب اتفضل اتفضل يا استاذ شيخون او استاذ شيخون يعني، فانا مش عارف بالظبط السؤال ايه يعني، ف انا مش شايف والله السؤال، فيا ريت يتحط تاني. السؤال انا ان شاء الله هجاوب يعني.
طيب حاضر، انا قلت الكتب يا جماعه والله جاوبت على النقطه دي، قلت هسلمها للشباب المتقدرين ان شاء الله وهم يقدروا يرفعوا لكم من خلال المنتدى اللي على الموقع اللي احنا عاملينه طيب هو انا بالفعل كنت مسلم ابلكيشن يا جماعه من اول، قررت محيرا من الاول خالص بحيث ان انتوا تقدروا تشتغلوا معايا اول باول، يعني كل ما تعمل تطبيق عليه وانا الناس اللي بعتت التاسكات والتزمت بيها اكيد فهمت يعني ايه تطبيق الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه. احنا ان شاء الله نبدا نعمل حاجات كتير قوي، بس طبعا اوفر ان انتوا لو كنتوا تيم ورك كنت هقدر اشغلكم على حاجات تانية، لان في بعض الحاجات بتبقى متوفره اللي احنا لازم نكون تيم ورك مع بعضنا يعني. المدير الطيب مش نافع، بالعكس المدير الطيب نافع جدا كمان. أنا مبدأ بالظبط يا أشرف، أنا حاولت بقدر الإمكان وطلبت والله تقسيم، يعني أنا طلبت الناس في ملتقى الدارين بما إن معاهم كشف الأسامي يطلبوا من الناس تقسيمه كفرق عمل وينشروا للناس مجموعة أفراد من أول محاضرة، وأنتوا فاكرين حضرتك سألتني عليها أكتر يعني، بس للأسف أنا مش معايا الأسامي كاملة، فطلبت تقسيمة تتحط وتتولد للناس بحيث اللي إحنا نقدر نشغلكم مع بعض كتيم ورك يعني، فأنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أقدر والله أوصل معاكم المبدأ ده يعني. هو بالفعل انا عملت دوت يا جماعه ان لو في اراء او حاجه يمكن انا ان شاء الله هحاول ابعت تدريب بحيث ان هي تبقى محطوطه على المنتدى المعمول على الموقع بحيث ان انتوا تقدروا تخشوا تشوفوها كلها وكل واحد يقدر يدي كومنتات، مش يبقى الموضوع مني بس. طيب بمناسبه المقابلات بقى الشخصيه يا ريت كلنا نركز في الفيديو دوت، Don نبدا نشوفه Varney. كويس Varney جدا speaks. And on behalf of ونتكلم Expert بعدين. Village, today we're going to talk about the interview process. All right, let's take a moment and talk about some of the types of questions that you could be asked during the interview process. And sometimes the questions are misleading because we're taking them personally when they're really talking professionally. A good example would be if they were to say to you, tell me about yourself. You're sitting there saying, well, you know, I like to go hunting on the weekends and like to go camping, take my family fishing, and I really enjoy that. Well, great answer, but that's not what they're asking. When they say, tell me about yourself, they are asking you to tell them about yourself in this job environment. They want to hear that, you know, I enjoy coming to work with people that I get around and I have a good time with. I like an atmosphere of friendliness. Your company being a company that specializes in public relations and customer service, well, this is the environment that I like. And it would work well for me to work well in your environment. That would be more in line with what they're really asking when they say, tell me about yourself. When they ask about strengths and weaknesses, again, they're not asking for you to really tell them, well, I'm very good at this and I'm weak at this. But in essence, they may be asking you about how that would apply to the workforce, to the workplace where you are actually going to go to work. One of the simplest examples is you might say, you know, I was told early on in my career that listening was a weakness, that I didn't listen very well because I was always like ready to answer whatever it was they were saying. Well, the good news was they were right, and I figured that out. So what I've done now is I've taken a weakness of not listening very well. I've taken classes on it. I read books on it. I've done studies on it. And over the last few years, what I've really determined is I really wasn't a good listener, but now I've really trained myself to understand the importance of listening to the person in front of me before I try to answer. الفيديو اتعرض يا جماعة والله يا جماعة في ايه؟ انا فصلت دلوقتي بعد ما خلص. طيب حاضر هجاوب على موضوع الانترفيو ده، ازاي تبدأوا معاك كلام يعني في الانترفيو، بس خليني بس اشوف مشكلة الفيديو. اللي شايف يا جماعة بس الفيديو يدوس واحد لو سمحت. طيب في ناس شافوه. طيب انا هحط لكم اللينك عامه في الشاتنج دلوقتي او هحطه على الوايت بورد خلاص، تقدروا تشوفوه، تحطوه في الاثنين
وتقدروا ما تكتشفوا روحكم يعني عشان نقدر نجاوب على أكبر قدر من الأسئلة. ده اللينك اهو قدامكم على الوايت بورد وهحط لكم في الشاتنج بحيث ان انتوا تقدروا تخشوا بردك عليه، اللينك اهو بردك في الشاتنج. اوكي يا شباب موجود قدامكم في الناحيتين تقدروا توصلوا له. عامة هو كان قال ازاي انا انترفيو، ازاي الاسئله ممكن تسالني في الانترفيو غير متجاوب عليها اجابه غير المقصوده بها. طيب بالنسبه لموضوع الاعلاف او الشركه اللي انا راح اعمل فيها انترفيو او اللي انا راح اعمل فيها اي ميتنج، هنا بنسميها مرحلة تفاوض وليس مرحلة انترفيو، تختلف. الانترفيو هنا الخاص بالـ HR أو الموارد البشرية هو المقصود به تحديدا هو انترفيو من أجل الخاص ب اللي هو تعيين أو توظيف اللي هو حاجة تخدم منطقة الشركة. أما كون اللي أنا هتفاوض في صفقة أو أتكلم فيها ده بنسميها مبدأ تفاوضي. بس عشان أقدر أمر بيها برضك هرجع للمنصفة اللي أنا كنت حاططها جوان هاري، ألا وهي ان انا النهارده وانا رايح اتفاوض معاه انا ايه معلوماتي عن الراجل دوت؟ هو في اي بوزيشن من الاربع اماكن ديت او من الشركه دي؟ هل هو في المنطقه المفتوحه ولا المجهول ولا الجهل ولا فين بالظبط ولا القناعة؟ دايما ان يكون قدامي انا لابس قناع وهو بالنسبه لي في المنطقه المفتوحه. ليه؟ لان في اللحظه ديت هعرف اتعامل معاه كويس قوي. مثال صغير للكلام اللي انا بقوله، تخيلوا نفسكم لو انا النهارده اصلا عندي هقولها لكم ازاي، عندي ارض تمام. الارض ديت انا حبيت ابيعها لكم مثلا يا جماعه فدان ارض هبيعها لكم ب 10,000 جنيه يا بلاش، ايه رايكم؟ اللي هيحصل بقى كالاتي، ان سيادتك وانت جاي تشتري مني انت عندك معلومه ان الارض ديت هتخش كردون مباني، ولما تخش كردون مباني خلال الايام الجايه طبعا سعر الارض هيزيد، بس انا ما اعرفش المعلومه ديت. بس انت الارض اللي جاي تشتريها مني، ففي اللحظه دي حصل ايه؟ حصل حاجات كتير جدا معايا، كان اهمها ان انا كنت هنا في منطقه الجهل، وفي نفس الوقت انت استغليت ده لصالحك. عشان كده وانت داخل اي ديل لازم تحدد نقاط القوه ونقاط الضعف، تعمل سيناريو للحوار اللي انت ممكن تتكلم فيه مع الشخص اللي قدامك، بحيث انت تبقى عارف انت وصلت لغايه فين، هتتكلم معاه في ايه، انت عاوز تقول ايه، انت عاوز توصل ايه، بحيث انك في الاخر توصل لاتفاق تقول فيه يس انا فرحان، وهو في نفس الوقت يقول نفس الجمله ان الطرفين مرضيين، مش واحد حاسس ان هو نصب على التاني. ده اهم حاجه في مبدا التفاوض يعني. لو في اسئله تاني طبعا انا عارف اللي هي اجابه مش وافيه ليكم، بس لو انتوا عايزين نتكلم في تفصيل في الموضوع ده ممكن نترسم من خلال البيج ونتكلم في دوت بتفصيل طويل جدا، يعني ايه بقى اللي هي الحاجات اللي احنا ممكن نعملها ونقاط التفاوض ممكن تعمل ازاي، بس انا مش عاوز اخرج كتير بره الموضوع بتاعنا. منطقة الجهل بمعنى الجهل، يعني هو انت عارف عنه حاجات هو مش عارفها عنك، هو ده معنى كلمة منطقة الجهل. يعني بالنسبة لك هنا كان عامل زي المجهول. كويس، في الأغلب هنا هحضر الفايل بتاعي بشكل نقاط قوية زي الفيجن والميشن والجولز، ومن خلال المنطقة ديت هقدر بعد كده أتراسل معاه، واقدر ان انا اتكلم مع هقدر لما اروح اعمل معاه من خلال اللي انا عارف الفيجن والميشن والجولز بتاعتي، اقوم حاطط لنفسي معايير للتعاقدات من خلال الخبرات السابقه ومن خلال معايير كتير جدا انا اشتغلتها، ولما يحصل ده هعرف اتعاقد معاه. يعني انا ممكن اجاوب على النقطه دي اكتر باستفاضه ايه معايير التقييم، بس انا الموضوع هيطول مننا قوي فانا مش عاوز اطلع بره الموضوع قوي. يعني هيا يا شباب فممكن نتكلم بالتفصيل يعني بره الغرفه ان شاء الله ونقدر اوضح لكم الحاجات دي بسهوله. طيب انا عاوز بس اتفق بس معاكم على حاجه عشان ما تسالش على السريع، حاجه مش هتاخد معانا 3 دقايق. كام واحد هنا من مصر؟ شباب اللي من مصر يبدا يدوس، واحد
حلو. طيب حد هنا من بلاد الدول العربية؟ طيب أهلا وسهلا بكم. طيب هو أنا سؤالي بس هقول في حاجة دلوقتي أنا كنت بسأله ليه، يعني الناس طبعا اللي هم موجودين في مصر، هو أنا احتمال يعني احتمال، بس أنا مش عارف أعمل الناس اللي بره كده يزعلوا مني يعني، بس مش عارف احتمال بشكل جد أعمل لكم فيلد تريب لأحد الشركات، تعملوا زيارة وتعملوا يوم سيميليشن داي كده مع لجنة الاتش ار أو إدارة الاتش ار، بحيث إن أنتوا تعملوا مواجبة لليوم فروم اي تو زد يعني. بس طبعا يا جماعة الناس دي أنا كلامي موجه للناس القريبة من محافظة الجيزة والقاهرة، أنا في الجيزة والقاهرة يعني. حظكم بقى يا جماعة يعني. ما هو أنا سألت عن المقيم في مصر نفسها مش مقيم بره، كام سؤالي هنا أبقى وأوضح. اللي في السعودية برضك حبايبي يعني يا جماعة، ممكن أحاول أنا أسألكم حاجة مع بن لادن يعني، أنا علاقاتي في شركة بن لادن هناك ممكن أسألكم معاهم حاجة يعني. بس ده مش اكيد ها، عشان بس انتوا متفقين يعني، انا هكلم لكم حد واحاول اسالكم يوم زي كده. البعيد بقى يا جماعه يا اما يجي لنا في يوم او يبقى معانا ونظبط الموضوع. انا بس عاوز اعمل لكم يعني فيلد تريب بحيث ان انتوا تقدروا تعملوا في السيميوليشن اكتر، والموضوع يكون ابلكيشن عملي اكتر. هو ده والله نادف منه يعني. طيب ممتاز، ادي جات لنا دعوة اليونان. ممتاز ممتاز، يلا يا جماعة محدش عاوز يعمل أي دعوات تانية. تمام، ربنا يكرم حضرتك. عمرك كمان ما شاء الله. طيب يا جماعة فين يا جماعة الكلام دوت؟ العزومات دلوقتي كترت، بس وقت الجنة مش هنشوف حاجة. طب خلاص يا جماعة، في ناس اهو من باب الدفع لحسابهم كمان، خلاص يبقى أنا موافق من دلوقتي. هو أنا هحدده معاكم من خلال الأيام الجاية يعني، بس هحتاج أكتر. طيب ممكن من خلال البيتش إن شاء الله ننسق الدعوة ديت ممكن تتبعت إزاي يعني، يعني ممكن من خلال البيتش عشان ما يبقاش تصحيح لينا علانية كده. ولكن بخصوص اللي انا بتكلم فعلا فيه موضوع الفيلد تريب ان شاء الله، احنا ان شاء الله عاوزين بس نسلم على بعضنا، بحيث ان انا هبعت للدعم الفني الاماكن اللي احنا ممكن نروحها كده، بس في الاغلب هتبقى زياره غالبا يعني ان جنرال للقريه الذكيه يعني. فهحتاج بس ان انا او هنزل لكم ابلكيشن يعني، في طريقتين، يا اما الدعم الفني الناس معاها موضوع زي دوت، او نقدر نعمل هعمل لكم ابلكيشن وانزل لكم على الانترنت الناس لاب، بحيث ان هي ابقى عارف مواعيدكم الفاضيه والمتاحه، واحاول ان اسمع كل اقرب معاك ممكن يبقى يتوافق مع الجميع. الرحله طبعا هتبقى جماعيه ان شاء الله يعني، الناس مع بعض وهنتفق التجمع هيبقى فين وتتحرك ازاي. حاضر ان شاء الله يعني، هحاول اعمل لكم الموضوع ده بقدر الامكان يعني. في طيب اقول مفاجأة تانية ولا بلاش؟ انا اتبلغت بالدعم الفني من فترة بصراحة يعني. طيب اعلى 2 في الجريد في التقييم، تمام، النهائي يعني، التقييم النهائي مش التقييم ده، هو ده هيبقى جزء من داخل في التقييم النهائي، تمام، بيكون ليهم فرصة ان شاء الله ان هم يشتغلوا في احد شركات الاتش ار بمرتب مش هقول كام دلوقتي، خليهم فجأة. ايوه المسافرين بقى يا جماعة ما اعرفهمش يعني، ممكن يجوا لنا هنا في مصر ان شاء الله، او ممكن في الارجنتين او روسيا يعني، انا ليا علاقات هناك مع ناس اتش ار اعرفهم يعني، اعرف شخصيا، فده ممكن افكه في المنطقتين دول، في الثلاث مناطق دول تحديدا. انا حسب اللوكيشن بتاع الشركه،
ولكن حضرتك فاهم حفظتيه يعني. دمياط يعني أعتقد ساعة ونص، يعني الطريق ساعة ونص مش هياخد كتير لو إحنا بنتكلم في القاعة. ولكن إن شاء الله لسه يعني هم لسه ما خدوش بالأسماء، ولكن إن شاء الله هحاول أسألكم خلال الفترة الجاية بشكل جيد يعني، وربنا ييسر في دوت. طيب أنا كده حرقت المفاجآت يعني. طيب من خلال البيج طبعا، أي حد يا جماعة ليه أي استفسار أو حد عاوز يراسلني من خلال البيج أنا معاكم، وإن شاء الله أقدر أرد على جميع استفساركم وأقول لكم على الطرق دي كلها يعني. حاضر، انت مش قلت هتبعت الدعوة؟ انا موافق، مش هقول لك لا. وعلى فكرة بتكلم 3 لغات يعني، هفك هناك قوي. ها خلاص يا جماعة خلصنا ولا ايه؟ لو حد ليه اي استفسارات تاني فكروا بسرعة. اي استفسارات؟ انا عامة خلصت تمام، ولكن لو ليكوا اي استفسارات انا بحاول بس اتك عليها. مفيش أي استفسارات، يبقى شكرا ليكوا. قدامكم 20 ثانية تفكروا فيهم بسرعة. محدش عايز يستفسر على حاجة؟ طيب أنا هترك من خلال بالبيج يعني، التواصل من خلال البيج عشان نعرف نتكلم على العنوان. طيب عامة جزاكم الله خيرا، وشكرا ليكوا يا شباب النهاردة، وإن شاء الله نلتقي مع بعض في المحاضرات القادمة. ولو في أي استفسار من خلال المحاضرات الجاية إن شاء الله نبدأ نعمله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.